لا أحد مشغول إلى الدرجة التي يجعلك فيها تفقد، لا أحد مشغول إلى الدرجة التي يفكر فيها أنك تهمل، لا أحد مشغول إلى الدرجة التي يظن فيها أنك لا ترغب به في حياتك، لا أحد مشغول إلى الدرجة التي لا يرد فيها على رسالة يطمئنك فيها أنه بخير على الأقل، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم، فما بالك بالسطر من الكلمات. لذلك بقاء الشيء مرتبط بتقلباته. أحياناً قصة الحب تدوم إذا حصل فيها تقلبات يختبر فيها كل طرف مدى حبه للطرف الآخر. إذا أخطأ طرف اعتذر الطرف الآخر. لا تظن بأن قصة الحب المثالية لا يوجد بها مثلاً أخطاء أو زلات، على العكس يعني. فطرة الإنسان مبنية على أنه لن يكتمل أبداً، يعيش ويبقى يبحث عن ما ينقصه إلى يوم القيامة، إلى أن يموت وهو يبحث عن ما ينقصه. لذلك لابد أن تجد في الإنسان شيء ينقصه، وهذا ما يميزه.